حج مساء الخير. مساء النور. شو نوري؟ حياك الله حبيبي. اهلا وسهلا. هلا والله. السلام عليكم. سلام. حبيبي حج كيف حالك؟ الله يسلمك. هذا شو بلابس نظارات؟ اوكي. السلام عليكم. السلام عليكم. هلا كلكم بطلتوا تشوفوا يعني. اوكي. لا مين معي؟ سمير. سمير شخبار حبيبي. اهلا وسهلا. ايادو. جاهزين؟ اليوم رايحين على مكان لأول مرة بالتاريخ، العيلة كلها راح تعمل إشي لأول مرة بصير. لا أنا مو أول مرة. جد مش أول مرة. إشي أبداً ما كنا متوقعينه لثلاث أشخاص، جد ما كنا متوقعينه. ما كنا متوقعين يا إخوان. ومن كنا نغني لكم نقول لكم أوف أوف أوف. أيوه. العيلة ما بنشوف. نعمل مقدمة؟ يلا صور حاج أنا وجان حنعمل مقدمة. يلا تفضل. يلا صورنا. أوكي. واحد اثنين ثلاث سلام. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ ورجع لكم فيديو جديد وفلوج جديد. يا إخوان فلوج اليوم حيكون مش طبيعي، لأنه بذكر إخوان أنا عملت عملية، عملية لعيوني قبل كم شهر، وبخير بعد ما عملنا العمليه عملنا فحص نظر، فعملنا فحص نظر لكل العيله وللاسف طلعت كل العيله بدها نظارات، لازم تلبس نظارات ما عدا ماما. ما شاء الله عيون صقر. ما شاء الله زرقاء يا ماما، زرقاء يا ماما، عيني عليكي بارده. فلذلك كل جاد اوريدي بلبس نظاره، بس برضه نظره ضعف. ايوه. فجانا بدها نظاره وابو بده نظاره، جاد اياد كلهم، فتعالوا معنا خلينا نروح. هاي اسمها النظاره. وباللبناني شو اسمها؟ عوينات. عوينات. وشو وايش؟ اوف 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 العيلة. شوف شو العيلة تحفرين. فخليكم معنا. يلا 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 قوموا. شايفني؟ الحمد لله. هيو طلع، حد شايف حدا عم بكره ماشيين هيك؟ ايش اخبار؟ جانا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله اني عملت عملية. سألت وينه؟ الحمد لله عملت عملية أنا، خلصت أموري. أنت الله الله يعينكم يعني. طيب خلص حبيبي، ترى أنا عندك موضة أحكيكم. إيه؟ معلوم بابا عمل نفس العملية اللي عملتها أنا قبل أكثر من 13 سنة، بس اللي عنده ضعف بسيط أظن بالقراءة وجزئي، بس لازم يعمل نظارة. نفسي اشوفها، ما بتصور ستوريات او سنابات، نفسي اشوفها. بطلنا نصور في القاعدة خلاص. احنا كنسلنا القناة هلا عند ماما. تابع تابع على سناب شات. تسوي سناب شات وخلص. بس سناب شات ماما، سناب شات سناب شات. نسكر وخلص. خلص نسكر القناة خلص، يعطيك العافية. ايش يما؟ نفسي اشوفك. يما نصور يما. استمتع بالرحلة. استمتع والله اكثر من اكس. انا اكثر واحدة مبسوطة فيكم على فكرة. ما شاء الله. جايبة كل العيلة. في مشكلة؟ لا. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير. السلام عليكم. كيف الحال؟ كيف أحوالكم؟ أنا ترى بشتري من نظاراتي حسن من عمري 6 سنين 7 سنين. إيش هو؟ أنا بشتري من نظاراتي حسن من نظاراتي بتصيرها. بالله عليك. من 40 سنة. تقريبا. أنا هو أنا. أنا كنت بقول لك حتى. عصام. اليوم جايب لكم كل العيلة. كلهم بدون نظارات. أنا عملت عملية طبعاً. بعرف. صح عملت عملية. صح عملت عملية وخلاص. خلصت. بتذكر جيت عنده قبل 5 سنين عندك هون. وحصلت نظارة. مرتي الوليد. نفس الشيء بدنا نحاول نفصلها نظارة مكيود، لأنه نشوفك منيح. نشوفك حير. احنا نظارة مثل نظارتين. اوكي. فاللي هو طبعا عملنا فحص بالأردن بعد ما عملت العملية. للكل عملنا. فاكتشفنا بعد ذلك انه ما شاء الله الكل بده الكل بده يلبس نظارة. انا وانا جاد بس حلوين. وجانا كمان وإياد والحج. إذا بتبيعونا بالدنزل يكون أحسن. طيب نظارات والله. أحسن. أي ما راح يلا. طبعاً هاي الوصفات حج. الله يستر. من أول حد. إيش خوختي؟ الطفلة جنى بكتاب. والله العظيم الطفلة كاثرين. والله الطفلة جنى. مروحة مودي نظارات. الطفلة مروحة حماد. ما في شيء يعني بالبع علي. يلا والله تلبس النظاره، حتلبسيها.
حيك على بغداد 6 ماشي لانه هي السيئة فكر طفل السيد خالد بغداد يلا بلش من مين؟ مني من اياد ولا جاد؟ انا هنمشي على هاي الوصفة ولا حنعمل فحص ولا شو؟ لا طبعا حنمشي على الوصفة خاصة للأطفال. تمام ما تعطوني ما شايف الوصف ولا شوف تسمحوا لنا نجرب من هلا اكيد يلا حبيبي شوف والله حلوه هاري بوتر طالع والله انا بحب هاري بوتر والله تحب مش هاري بوتر ولا هاري بوتر اشوف بتدعم يرفعونا ما هو طبعا قاعده بتشوف تقيس النظارات طبعا ماما اشوف له بالعاده انا يعني انا ذويخ كثير طبعا طبعا حج طبعا بس لانه ماما ترجتني تيجي معي قالت لك بشار الله خدني معك اختار لاولادك تتعلم كيف تختار نفسي احكي لكم شو صار في الكواليس لا روح فصل الاولاد نظارات انا حد يعمل مخيم بالصبيه اصب خيام وكذا حد اياد عجبته هاي اشوف اياد طلع علي شو طلع علي كثير كثير مرتبه ممتاز صح حلو كثير كمان انت خبره طبعا لا انا فصلت كثير نظارات حجي دارك ايش بدك يا هاري بوتر يا اخوان بتعرفوا هاي نظارتي ايوه هاي اختها كنت هاي لبستها بدك هيك لبستها كم سنه انا قلت لك مروان من وانا صغير كنت اشتري من نظارات الحسن كان هيك اسمه نظارات الحسن صح ولا ما زال نفس الاسم؟ ها؟ يعني نظارات لا تهبل انت كمان اياه طالع الاول على الصف رسمي هو الاول على الصف هون الثاني على الصف هو الاول على الصف او الاخير صح صح مش كثير يعني او انت يا جنى جنى كثير شوي لا نص مع ربع نص مع نص لا تمام جنى كمان يا بتسوف في الموضوع ما اخترنا نظاره لك ما انا ترى نظاري هاي ما بدي شيء بدك كل الاسواء بدها خاصه لي صفر كم الله يستر على اليسار هاي تحت اليسار طب عندكم عدسه واحده بس نص نظاره هلا 75 مع نص واليسار 2 مع ربع يا الهي يسار حجاي عشان هيك ما بشوف المطبات بالشارع والله عشان هيك بحكي له قبل ما نطلع بقول له حج انت المطبات ما بتشوفها منيح بحس فيها والله انت مش امامك مطب انت مش خلفك مطب هاي صغيره ماما طيب يلا حد دورك ما اختار لي حصول اختار لي هاي حلوة والله هاي حلوة هاي حلوة هاي ضابطة وجهك هيك اخدودي برفعوها طيب عادي بدي اخدود كبيرة لانه عادي والله جعفر يعني شوي بس يعني هاي مش زي هاي هاي انت بتنام وبتصحى فيها عادي هاي مش مش هاي بتنام تنكسر لا لا بدي رسالات الام تفصل نظاره شو في تعرف اللي بالمدرسه وعند المديره توجيهات هاي شو ما خايفه من بطن طبعا صور كمان مش صوره بس يغير عدسات هذا بده يغير بس عدسات مزبوط طبعا لانه بيحب نظارته يقول له بده فريم ثاني من 20 ثاني 20 سنه في حاجات شبيهه جدا لا ما بده هو بده غير الموديل بده فريم ثاني اوكي بده غير موديل اعطيه حريته للشاب تفضل هذه صغيره هاي صغيره على وجهك جد ما شاء الله وجهك قاعد بيتضخم اسكت انت هلا لو سمحت نعم شوف لك نظاره ما في ولا شيء على مقاسي صدق ليه بس في كل حاجه لا ضحك شوفك عم بفصل لك طب ما عندكم شوف يا اخوان هاي هاي النظارات كلها لا بس عم بمدح لانه بيطلع اثنين وكمل والله نايس كثير نايس والله كثير نايس اللي كان دكتور كمان بدايه ماي بازا عندي لازم تاخذ قطره معينه القطره وين هي كان يعني لسه هاي حق القطره الصيدليه بتكون غالبا يعني ما اشتريت لا لسه لسه شو جاد يما اختاروا له يلا غير سواقة ولا يفضل هلا في رح تكون اوضح
فيها قولا واحدا حق واضح. اسمع درست البيس حتخدعك. هلا اذا ما بدك تلبس هذا اللي اشتغل، بس انت حتى تسمي الفرق اللي بتلبسها. وعندك حمد درسه العربية. نعم. زي قولي قولا واحدا. هاي هذول اخوة بتعرف تحسهم فعلا. جماعة قولا واحدة اللي واحدة بالعربية. لو انت دكتور عربية كمان. طيب. لو تتحس لي ويحك كمان. بس قال لي بلبسها كل 6 اشهر مره البسها عشان انه صح تعطيك باور لانه كل 6 اشهر مره. اوه هاي حلوه كمان. حلوه هاي. هاي حلوه. لا مش هاي. صورني بالله حد. اتذكر حالي قبل عصومي للبيت للعب للبلاي ستيشن. ما شاء الله ما شاء الله. زمان والله زمان. شوفي طلع قد ما يعني قد ما ماما طويله من فوقها بصور فوق راسها. اخوان الحمد لله على نعمه النظر. الله يعينكم يعني مش عارف شو احكي لكم. الله يعينكم يعني. انا مو طويله بس ما بلبس نظاره. ايه اوه عيديها مره ثانيه. ايش انا مو طويله بس ما بلبس نظاره. يلا خلاص لا لسه انا تجيب الكلام لحالك. انا تخين بلبس نظاره. انا انت بعد كمان عامل ليزك كمان كاين ليزك كل في قصه. الحمد لله على نعمه النظر. الله يعينكم يعني مش عارف يعني. اوكي الله يعينكم يعني. ماشي انا عملت عليك عمليه قبل 14 سنه. بس ايام قد ما سوقت حج. كنت مع الخط شغال تريل لما رايح جاي. هي نفسك يا روح. طب يلا يلا اختاروا. خلصوا اخوان يلا. انا خلصت يلا كامل مستحيل. زي هيك بدون اطار. لمين نجرب مره بدون اطار؟ هاي زي ايام زمان. زي ايام زمان عشان تعمل بين. طب والله خليه لسه. والله خليه لسه. والله لسه. اذا في خالد هاي العدسه اللي تتلزق تلزيق. انا طبني من اللي فيه. طب ارسل النظاره بالله عليك. اخر ظهور معك. ارسل النظاره. شو لا كبيره اللي سيد عبد الله. شوف يا تشوف بابا اياد. الله يرحمه ويرزقه. سيد عبد الله والله. لا والله حاس حالي طبيب اسنان. لما تخيل تلبس. في هاي. يا حبيبي حد هيك دكتور لغه عربيه فعلا زي سيده. هذا بعد فتره بتتمسح هاي. لا لا ما بروح حد. لا 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 انت قاعد هيك بتعملهم اجواء. ما طلعت معي كثير كمان بقى عيني. شكلك غير مش عربي. بشبه خالي ابو ايمن. هو انت تحيه لخالي صح؟ بس هاي خيار. شو خيار؟ ايش في خيارات ثانيه هون؟ هاي خيار على البتر. حلو تكون هيك ذهب مو قديم اولد فاشن. حج هاي بتجنن عليك تطلع. لا مو اكثر اسود. لا شوف حد؟ لا عصب هيك. والله جرب جرب والله والله زي المرحوم عليك. لا ستي كانت كده زي هذيك. شوف عصوم. انا ما اعرف انها نووي بس انا بدي نفسي اياها. نووي تطلب من عندنا فيديو. كيف حالك؟ لا مش هيك. كيف حالك؟ هذا بس بعرف شخصية انت حالك قاعد تسوق سيك الحين وعلى الخط. اي انا بس صح الكرتون والله في كرتون بيشبهه. هاي النظارة هذا هيك كوميدي. صح صح موثق كوميدي صح. شو رايكم؟ لا لا البس البس هون. طيب شوف ممكن هاي حلوه. ايه شوفها تفضلي. لا هديك احلى. لا 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 هاي احلى جد. هاي احلى. هاي احلى. ماما اسود كثير احلى طبعا والله. شوفي الجنبي كمان. اشوف يا عمري طبعا اعتمد كل النظارات للعائله. حلوه ياد اعتمد النظاره الدائريه كثير حلوه عشان اشوف. جنى اعتمدت هاي. بابا اي وحده ما عجبتك؟ انا مش ستايله. لا أنا هاي لا لا حرام. بابا لسه في 1979. لا مش ستايله. مش ستايلها. حد النظاره لها يعني ستايلها عن جد. بس انت خمسه ايش بدك؟ لا ذوق يعني انا مثلا هاي بختار هيك اشياء. لا هاي. يعني شوف هاي نظاره شمسيه. انت مخربط. انت مخربط. هاي الموضوع غلط حق. شوفي هذه يا جنى. شوفي هاي جنى. مثلا هاي والله ما انت عارف شو بدك. اشوف والله انا حبيت هاي. كيوت كمان. هاي اكيت يعني انا هذا هاي اكيت والله اكيت صح ماما. انت ما بتحب اللاين اللي بتطفى. هاي اكيت على فكره. هاي كيوت طبعا. خلاص اعتمدنا. هاي نظاره اياد. هاي نظاره جاد.
هاي نظارة بابا عليها خصم بس مش كتير وهاي نظارة جنى. العيلة كلها رح تلبس نظارات ما شاء الله على طول. لا بس القراءة لسه بعد 10 سنين 20 سنة بدك ترجع تلبس يا سيدي. من 10 سنين بصير خير. التلفزيون هاي الامور، انت لو كاتب لك للقراءة وكتب لك القراءة معك قلم اكتب لك القراءة. هذه لكل شيء. الف مبروك دكتور ايهاب بساد، ليش مو كاتب لك القراءة؟ دكتور ايهاب الله يسامحك الزلمة بدي القراءة بس حضرتك 24 ساعة. يا اختي يا اختي نظارة يا اختي. صور احنا عندنا بالعيلة عائلة مقداد ضعف النظر وراثي، فلانه جدي وجدتي لهم سيدي وستي بنحكي لهم يعني ما دخل الاجهزه يعني عندهم ضعف نظر اصلا. هلا اكيد برضه له علاقه انه بضعف زياده اللي مثلا اجهزه كثره الجلوس على الاجهزه الالكترونيه وهيك والتلفزيون، ولكن بشكل عام احنا عندنا وراثي بالعيله ضعف النظر. واخيرا دان لحظه بدي اشوف عمو سنتر. طلع عمو طلع عمو عشان احط لك ليزر اياد عليها وتصير تطير. ممكن تصير تطير تصير درون. انا مو سوبرمان. يلا جاهزه انت اطول ما شاء الله. اذا كمان نص هيك مش عادي تقول لي ما انت بصيرش اضاءه منيحه ما بقلل والله. عم يرسم لها على وجهها سومي بس مثلا او شيء. يا دور تعال الله يلا وقف وقف دارك دارك بس الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. خلاص ما جاء الضاره صرت اشوف هو حد وين كبس وين قصدي كتب على العدسات نفسها يمكن صغيره نعرض صغيره. شكرا. مش ما وضعت بطاقتها اعطيتها بطاقتي انا. لا بطاقتي لو سمحت. على فكره انا وماما واحد صح. انا وماما واحد ما بفرق. انا وماما جيبي واحدة ما شاء الله. هلا جبتها اكبر من جيبتي. لا بعد النظارات اوكي اخوان الحمد لله هيك سرين النظارات بدهم شغل ثلاث ايام وانا بدي احليكم ان شاء الله بالمناسبه هاي لانه ماما دفعت على الحلوان علي. بدي اعزمكم انا على العشاء. لا انا رايي مات يعني ما تنشد ما تحمس كثير عارف كيف لانه ممكن يطلع بتغمزني نعطيها البطاقه. اوكي اوكي طبعا شكرا موصول للشباب في نظراتي حسن اسلم وديكم شرفت فيكم الله يعطيكم العافيه يا ربي بارك فيكم يا ربي. شكرا 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 على خير ان شاء الله. الله يسعدكم يا ربي الله يحفظكم الله يحييكم يا ربي. سلامنا للوالد. حاضر الله يحفظك يا رب. الله يسعدك يا رب حبيبي. السلام عليكم. السلام الله انه تقول له بطاطا يلا قول له يا عمو ايش هذا؟ لا بالعكس هيك لو سمحت فكراني بيتزا مع بطاطا. حاضر بجيقلي بالصفحه بيتزا 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 يلا هاي بيتزا سنود بيتزا بيتزا وين بطاطا؟ بطاطا بس بيتزا سنود. طيب وين السلطه؟ وين السلطه؟ يلا قولها بدها هاي معكرونه قولها هاتي معكرونه كونا excuse me excuse me انا بطاطا عمو والله سلامات انا هاي سلطه قولها بل اعطينا خياره اعطيني خيار ماما. معلش اخوان سينا نصور لكم الاكل الف صحه وهنا عندك اكل طبعا ان شاء الله 6 على 6 النظره 10 على 6 يا جماعه انا طالب وجبه لحالي طبعا طبعا بطاطا وببسي مع السكر الف صحه وهنا يا اخوان الف صحه وهنا برضه ماما عزمتنا كمان برضه ماما عزمتنا احسن انا منور